خطوة رقم 8 من ال 11 خطوة اللي احنا قلنا عليهم، نفرد الحجيج إلى مزدلفة. يبقى بعد غروب شمس يوم عرفة هننزل بهدوء وسكينة إلى مزدلفة، ودي اسمها في الشرع الإسلامي الإفاضة إلى مزدلفة والمبيت بها. وهنا مطلوب مني أربع حاجات. أول ما حضرتك توصل المزدلفة هتصلي المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان وإقامتين وبدون سنة. الحاجة التانية عزيزي الحاج، أنت محتاج تنام دلوقتي فورا، هتنام في مزدلفة لغاية أذان الفجر، ومش مطلوب منك بعد صلاة المغرب والعشاء أي صلاة أو أي عبادة، يعني مش مطلوب منك لصلاة قيام ركعتين ليل أو تهجد، مش مطلوب منك بعد صلاة المغرب والعشاء أي صلاة ثانية، يعني مش مطلوب منك إنك تصلي قيام الليل أو تتهجد. عزيزي الحاج، عزيزتي الحاجة، دلوقتي خلاص إحنا نايمين، سمعنا أذان الفجر، قمنا عشان نصلي صلاة الفجر. بعد كده بعد ما بنصلي الفجر بأذان وإقامة هنروح نقف على المشعر الحرام، وده جبل معروف بالمزدلفة اسمه كده المشعر الحرام، مستقبلين الكعبة المشرفة، داعين مكبرين مهللين لغاية ما يسفر الصبح وتشرق شمس اليوم العاشر من أيام شهر ذي الحجة، وهو يوم العيد الأكبر عند المسلمين، اليوم الذي أتم الله فيه المنة علينا وأتم لنا الدين، والحمد لله رب العالمين. الحاجة الأخيرة المطلوبة مني في هذا اليوم، يرخص للضعفة من النساء وغيرهن في الرحيل من مزدلفة بعد منتصف الليل وغياب القمر، يعني يرخص للضعفة من النساء إن هم أو الأطفال أو كبار السن الرحيل من مزدلفة بعد منتصف الليل وغياب القمر. أما عن أعمال يوم النحر نلتقي بعد الفاصل.